يقول السائل: رجل تزوج وله أبناء وبنات، يعمل في إصلاح وتركيب الدشوش، فهل يحق لزوجته أن تعيش معه؟ وهل ماله حرام؟ أفيدونا بارك الله فيكم. هذا المكسب مشتبه، هذا مشتبه، تجنبه لا شك أنه أحوط وأبرى للذمة، فهذا أقل أحواله، أقل أحواله أنه من المشتبه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من اتقى الشبهات قد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. هذا أقل أحوال مكسب من يشتغل بالدشوش، أقل أحواله أن كسبه مشتبه. نعم.